أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة لتوفير اللحوم والدواجن بأعلى جودة وأقل سعر استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة الإسماعيلية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، دعنا في تفاصيل المبادرة اليوم لديك في محافظة الإسماعيلية ومدى إقبال المواطنين. أرحب بك يوسف من محافظة الإسماعيلية، حيث نتابع منذ صباح هذا اليوم هذه المبادرة الهامة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة والخاصة بتوفير اللحوم سواء كانت الطازجة أو المجمدة في عدد من المنافذ بمحافظة الإسماعيلية. هذه المبادرة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين. هذه المبادرة التي بدأت اليوم في محافظة الإسماعيلية وتشهد إقبالا منذ صباح هذا اليوم، يتم توفير هذه اللحوم الطازجة البلدي بسعر 310 جنيهات، أما بالنسبة للحوم المجمدة تتوافر بسعر 210 جنيهات. المنافذ الموجودة هنا في محافظة الإسماعيلية والتي تشهد إقبالا من المواطنين منذ الصباح، المنفذ الأول في الشارع التجاري بالمحافظة، والمنفذ الثاني أيضا هنا في الشارع السنترال بجوار السنترال بالمحافظة. وأكد منسق عام حياة كريمة في المحافظة أنه خلال الأيام القادمة ستتوسع المؤسسة في وجود العديد من هذه المنافذ في عدد كبير من القرى والمدن بالمحافظة. عندما تحدثنا مع المواطنين الذين أقبلوا على هذه المنافذ منذ صباح هذا اليوم، أشادوا بهذه المبادرة التي توفر اللحوم بأسعار أقل من أسعار السوق ولدى التجار في اللحوم، فبالتالي هذه المبادرة توفر اللحوم بأسعار مخفضة ومميزة وأيضا بجودة عالية، فهذه اللحوم تخضع لإشراف بيطري ورقابة كاملة ويتم إتاحتها يوميا للمواطنين في هذه المنافذ. وستستمر هذه المبادرة خلال الأيام القادمة في محافظة الإسماعيلية بالتوازي طبعا والتزامن مع وجودها في عدد كبير من المحافظات. وربما أشاد أيضا المواطنون بهذه المبادرة وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالمواطنين وأيضا يعني الأسر الأكثر احتياجا في هذه المبادرات. وليست هذه هي المبادرة الأولى التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين خاصة في محافظة الإسماعيلية، ولكن كان قد سبقها مبادرات خاصة بالأدوات المدرسية في بداية العام الدراسي الجديد. وتستكمل مؤسسة حياة كريمة انطلاقا من دورها الإنسانية والاجتماعية أيضا تجاه دعم المواطنين وتقديم كل ما يليق بهم في المبادرات المجتمعية المختلفة. فهذه المبادرة مبادرة اللحوم وأيضا يعني تنضم إليها الدواجن بأسعار مخفضة ستستمر في المحافظة خلال الأيام القادمة، وكل المواطنين يستطيعون أن يتوافدوا على تلك المنافذ للاستفادة من هذه المبادرة والحصول على لحوم طازجة مميزة وبأسعار مخفضة. وبالتأكيد يعني مؤسسة حياة كريمة لا تتوانى لحظة عن تقديم كل الدعم للمواطنين في المحافظات المختلفة. هذه الصورة من محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع كل محافظات مصر التي تقدم هذه المبادرة للمواطنين. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من محافظة الإسماعيلية، شكرا جزيلا لك.